هل تغير تركيا من موقفها حيال سوريا على وقع انخفاض سعر صرف الليرة؟ وماذا نتج عن اجتماعات اليوم الأول بين لافروف وجاوش أوغلو؟ أيضاً، على أي شيء يقوم اقتصاد النظام في سوريا؟ وإلى متى سيستمر في الاقتيات على أموال السوريين تحت ذريعة تجديد جوازات السفر؟ بلادنا تمتلك إحدى أقوى الأنظمة المصرفية في العالم. سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأمريكية وسنصنع ونصدر منتجات بجودة أفضل من تلك التي نستوردها بالعملات الأجنبية. بهذه الكلمات رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم على الضغوط الاقتصادية الأمريكية التي كان آخرها رفع واشنطن لقيمة التعرفة الجمركية على واردات المعادن التركية. مصادر صحفية كانت تحدثت عن 8 شروط أمريكية لإنهاء الأزمة مع تركيا، أهمها تسليم 20 شخصا تحتجزهم تركيا لعلاقتهم بانقلاب 2016، بينهم القس الأمريكي أندرو برانسون، وعدم مطالبة تركيا مجددا بتسليم فتح الله جولن المتورط بالانقلاب والمقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة لوقف تركيا صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية S-400 المتطورة مع روسيا والاكتفاء بمصادر السلاح الأمريكي. شروط سارعت أنقرة لرفضها جملة وتفصيلا، بل وآثرت التصعيد والمعاملة بالمثل، ما تسبب بازدياد الضغوط الاقتصادية لتنخفض الليرة مقابل الدولار إلى حاجز 7 ليرات ثم لتعود للتحسن قليلا. توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن لا يبدو أنه سينتهي في المدى المنظور بحسب مراقبين، وخصوصا بعد تأكيد الرئيس التركي أن أنقرة ستتجه نحو حلفاء آخرين في إشارة منه للروس، أمر يرى مراقبون أنه سينعكس على الوضع السوري وشكل الحل السياسي هناك، خصوصا بعد رفض تركيا الانصياع للعقوبات الأمريكية على إيران. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا الكاتب والصحفي محمود عثمان. أرحب بك أستاذ عثمان، برأيك يعني الحملة الاقتصادية على تركيا كيف ستنعكس على الملف السوري؟ أستاذ عثمان هل تسمعني؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال من الكاتب والصحفي محمود عثمان، وريثما يشبك هذا الاتصال. نعم نعم أستاذ عثمان هل تسمعني الآن؟ أستاذ عثمان؟ نعم تفضل. نعم، كنت قد سألتك برأيك كيف ستنعكس الحملة الاقتصادية على تركيا فيما يخص الشأن السوري. بالتأكيد فإن أي ضعف لتركيا سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي أو على صعيد الاستقرار الداخلي، كل هذه تؤثر بشكل مباشر على مناصري الثورة السورية، على المعارضة السورية، على القوى الوطنية السورية، لأن تركيا هي الداعم الرئيسي حاليا، هي الضامن لمناطق خفض التصعيد، هي التي تحمي وتؤمن الأمان والاستقرار في منطقتي درعا الفرات وغصنص الزيتون، والأهم من ذلك هي المعنية بالأساس بالحرب على الإرهاب، على أعداء الشعب السوري، سواء تنظيم داعش الإرهابي أو المنظمات الانفصالية PKK وفروعها على شتى المسميات. تركيا هي الضامن الأول لوحدة التراب السوري، وهي
التي تتحمل الجزء الأكبر من العبء الإنساني للاجئين والمهجرين. أستاذ عثمان، ضعف لتركيا سوف يكون ضعفا لهؤلاء السوريين. يعني كيف سيؤثر هذه الحملة الاقتصادية، كيف ستؤثر على موقف تركيا من الموقف أو حيال الملف السوري؟ يعني ما هو أوجه هذا التأثير؟ لا أعتقد أنه سوف يؤثر بشكل مباشر على الموقف التركي. الموقف التركي واضح من المسألة السورية منذ انطلاقة الثورة السورية وحتى هذه اللحظة. تركيا اختارت الانحياز إلى تطلعات الشعب السوري، وهي تدعمه بكل ما أوتيت من قوة. هذا الهجوم والعدوان الاقتصادي على تركيا من خلال محاربة عملتها وليرتها هو هجوم اقتصادي، بهجوم سياسي بلابوس، بهوية اقتصادية بلابوس اقتصادي. أعتقد أن تركيا امتصت الصدمة الأولى لهذا الهجوم، والآن في مراحل إيقاف النزيف. بعد ذلك سوف تسترد عافيتها. الاقتصاد التركي اقتصاد قوي، الدولة التركية دولة قوية، والأهم من ذلك كله هو هذا الالتحام وهذا التعاضد بين جميع مكونات الشعب التركي، سواء على الصعيد الشعبي أو على صعيد المؤسسات السياسية بسلطتها، بالسلطة، بالحكومة، بالأحزاب، الأحزاب المعارضة. جميع مكونات الشعب التركي الآن تقف صفا واحدا لصد هذا العدوان. وبالتالي الآثار المباشرة أو التقهقر والانهيار أمام هذا العدوان بإذن الله غير وارد، مسألة وقتية. كل عدوان لابد أن يسبب بعض الآثار السلبية، لكن تركيا سوف تتعافى بعد ذلك. الآن في مرحلة وقف نزيف الدم والتعامل مع الأزمة. تركيا لم تفقد توازنها أبدا، ولديها الكثير من الأدوات ولكن التدابير التي من شأنها أن تعيد الأمور لنصابها. الحملة الاقتصادية كما شملت تركيا تشمل أيضا روسيا، برأيك ألا يمكن من ذلك أن يؤدي إلى تسريع إيجاد حل بشأن الملف السوري؟ يعني في الأيام القليلة القادمة سوف يكون هناك اجتماع في تركيا يضم كلا من تركيا وروسيا وإنجلترا وفرنسا. هذا الاجتماع على قدر كبير من الأهمية، سواء على صعيد المسألة السورية، بحث هذه المسألة السورية ومشاركة الطرف الأوروبي، يعني الكثير ويحتوي الكثير من الأهمية، وأيضا مشاركة الطرف الروسي الذي أصبح اللاعب الرئيسي على الساحة السورية بعد تراجع الأمريكان وتسليم مفتاح المسألة السورية من طرف الأمريكان للروس. هذا الاجتماع أعتقد أنه يعني يحتوي على كثير من الأهمية بالنسبة للأزمة السورية. وأيضا لا أعتقد أن أيضا الهجوم هذا الاقتصادي على تركيا لن يكون بعيدا عن طاولة المباحثات في هذا الاجتماع، وبالتالي أعتقد أن يصدر عنه الكثير من القرارات الهامة التي تمس المسألة السورية بشكل رئيسي. أستاذ عثمان، كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أبدى أمله في إيجاد حل لملف إدلب بالتعاون مع روسيا، برأيك هل يمكن ربما تحقيق ذلك قريبا؟ لا أدري على وجه التحديد، لكن تركيا تعهدت لروسيا وللمجتمع الدولي بأنها سوف تقوم بتفكيك تنظيم النصرة أو ما يسمى هيئة تحرير الشام، وبإرسال الأجانب المقاتلين الأجانب إلى بلادهم، تأمين ممر لعبور هؤلاء.
والذين التحقوا بهذا التنظيم من السوريين يتم احتوائهم من خلال الفصائل الجيش الحر أو غير الجيش الحر، وبالتالي يتم تفكيك هذا التنظيم. لكن يبدو الأمور تسير بوتيرة أبطأ مما تتمناه تركيا، ونتمناه نحن وكل الحريصين على سلامة السوريين في إدلب وفي جميع سوريا. هناك ضغوط على تركيا بهذا الشأن، لكن تركيا ماضية في هذا الاتجاه لأنه ربما الفرصة الأخيرة لنزع فتيل الأزمة، وإلا فإن إيران تتربص، وأيضا الروس بين إذا لم تستطع أو لم تتعاون تلك القوى في إدلب تحديدا مع تركيا على سحب الذرائع من الطرف الروسي وحتى الطرف الإيراني والطرف حتى الطرف الروسي، فإن كارثة إنسانية متوقعة في إدلب، هذا ما لا يتمناه أحد. تركيا تبذل جهود حثيثة في هذا الاتجاه. نتمنى لتركيا التوفيق، ونتمنى أيضا أن لا يكون هناك أي عملية عسكرية. نعمل ذلك جميعا، أن لا يكون هناك أي خطورة على أهالي إدلب وأيضا سكان مدينة إدلب. أستاذ عثمان، سنذهب وإياك إلى فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، ماذا نتج عن اجتماعات اليوم الأول بين لافروف وجاويش أغلو؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه، ابقوا معنا بعد الفاصل. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي الكاتب والصحفي الأستاذ محمود عثمان. أستاذ عثمان، يعني وزير الخارجية التركي قال إن بلاده لن تسمح بارتكاب مجازر في مدينة إدلب، برأيك هل يمكن أن يعني ذلك طي سيناريو الحملة العسكرية على المدينة؟ بالتأكيد هذه رسالة سياسية من تركيا لكل من النظام بشار الأسد وأيضا الإيرانيين الذين يحرصون على الحسم العسكري، على الاستفراد بإدلب بعد أن تم الاستفراد بكل من الغوطة ودرعا بتعاون دولي. علينا أن نتذكر بأن هناك اتفاق بين الأمريكان والروس على إنهاء المظاهر العسكرية، إنهاء الاشتباكات العسكرية في سوريا بغضون 2018، ورأينا كيف أن الأمريكان كانوا ضامنين لمنطقة درعا، لوقف التصعيد في منطقة درعا، وأنهم كيف خدعوا الثوار وفصائل الجيش الحر وتخلوا عنهم عندما هدم الروس و قوات النظام والميليشيات الإيرانية على درعا. تركيا كما ذكرنا تسعى لتجنيب إدلب هذا السيناريو السيء، هذا السيناريو الخطير. تركيا إدلب بعد أن تم إرسال من تم تشريدهم في المناطق سالفة الذكر من الغوطة، من درعا ومن ريف حلف أيضا، أضحت خزانا بشريا ضخما. أي عملية عسكرية تكون على هذه المنطقة، ولكن أستاذ عثمان يعني ضخمة. نعم، تركيا والنظام ضربت عرض الحائط، ومنذ أيام قامت بارتكاب مجزرة قريبة من نقطة تركية، إضافة إلى يعني إعلامها عن وجود تحشيدات عسكرية أيضا بالقرب من نقاط تركية في إدلب. يعني أعتقد ما تم حتى الآن طبعا هي خروقات بالتأكيد، والطرف التركي احتج على هذه الخروقات بقوة، لكن هي حرب نفسية أكثر منها عملية عسكرية. لا زال هناك لا يوجد أي مؤشر ميداني على البدء في عملية عسكرية ضد إدلب. هناك اشتباكات مستمرة منذ سنوات في ريف
الحماة الشمالي الذي يعني يقع بمحاذاة إدلب. وهناك يعني ما حدث هو خرق للاتفاقيات خفض التصعيد، لكن النظام والإيرانيون يريدون من هذا حرب نفسية أكثر منه عمل عسكري. وبالتالي لا يمكن أن نقول عن بدء عملية عسكرية، لا زال الأمور بين شد وجذب. تركيا تحاول والأطراف الأخرى تحاول، لكن كما ذكرت يعني عام 2018 وحسب الاتفاقات يعني بين القوى النافذة على الساحة السورية سوف يكون عام إنهاء للمظاهر العسكرية للاشتباكات العسكرية، وسوف يكون في مطلع 2019 البحث بين الدول صاحبة النفوذ في الساحة السورية على الأمور السياسية وغير السياسية، انتخابات ودستور وما إلى ذلك. أستاذ عثمان، مراقبون استبعدوا أن تقوم تركيا بتقديم أي تنازلات وخاصة حول موضوع إدلب، برأيك هل هذا هو تخوف ربما من موضوع اللاجئين؟ ما الأسباب وراء يعني هذا الموضوع؟ يعني بالتأكيد المتضرر الرئيسي من أي عمل عنيف، من أي عمل عسكري تجاه منطقة إدلب سوف يكون المتضرر الأساسي منه تركيا. لكن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي، أوروبا أيضا سوف تكون متضررة، وأيضا العلاقات التركية الروسية، العلاقات التركية الروسية هي قيد الإنشاء وليست لم ترقى إلى تحالف استراتيجي أو تعاون استراتيجي حتى هذه اللحظة. يعني حتى هذه اللحظة كثير من الأمور، كثير من بين قوسين العقوبات التي وضعتها روسيا ضد تركيا يعني لم ترفعها مرة واحدة، هي ترفعها بالتدريج، ومنها ما زال قائما، مثلا التأشيرة، وضع التأشيرة الفيزا على المواطنين الأتراك إلى روسيا. وبالتالي يعني العلاقات التركية الروسية هي قيد الإنشاء، وهناك جو يعني من الارتياح أو جو من أجواء من الثقة والتعاون في أستانا وغير أستانا، لكن لم ترقى كما ذكرت إلى المستوى الاستراتيجي. الهجوم الأمريكي الاقتصادي على تركيا ربما يدفع لتركيا أكثر نحو موسكو. نعم. وأعتقد بأن روسيا لن تخاطر بالعلاقة مع تركيا من أجل إدلب. يعني لابد من إيجاد حل وسط لإدلب يرضي الجميع. حاليا الكل يعني يرسل برسائل عالية الوتيرة، سواء من طرف الروس وسواء من طرف الأتراك وحتى من النظام الإيرانيين. لكن بالنتيجة أعتقد أن إدلب سوف يتم سحب فتيل الأزمة وحلها. هل يمكننا القول أن تركيا ترفض أي تنازل حول موضوع إدلب، ربما تخوف من أن تفتح بابا لقسد يعني لتهديد حدودها عبر إدلب؟ هل يمكننا القول بهذا؟ يعني قوات قسد والميليشيات الانفصالية تعبر عن استعدادها لخوض للمشاركة في معركة إدلب ولا تخفي ذلك، لكن هذا يعني خط أحمر بالنسبة للطرف التركي. في حال كان مثل هذا الأمر، الأتراك لن ينظرون إلى أي تحالف لا مع روسيا ولا مع غير روسيا، هذا خط أحمر. تم طرد هذه الميليشيات من عفرين ولن يسمح، يعني تم طردها من الباب ولن يسمح لها أن تدخل من النافذة. وبالتالي أي عملية من شأنها أن تمهد لهؤلاء من الاقتراب من الحدود التركية وتهديد الأمن القومي التركي لا يمكن أن تسمح به تركيا.
محللون تحدثوا عن تنازل أجزاء معينة وتراجع فصائل الثوار لصالح قوات النظام إلى مناطق محدودة، هل تعتقد أن هذا السيناريو ربما وارد؟ يعني اعتقد ان الفصائل يعني ما يسمى الفصائل الثوريه اصبحت عبئا على الثوره وعبئا على الشعب السوري. لابد من انشاء جيش وجسم موحد يعني تقوم به قوى المعارضه، اما فصائل ابو فلان وفصائل الصحابي الفلاني وفصائل التابعي الفلاني، هذه هي من تمهد الطريق للتدخلات الدولية، تعطي الذريعة للإيرانيين والروس وغيرهم، تضر بأهلها وتضر بالشعب السوري، ومنذ يعني منذ 2014 وهي لا تفعل شيء إلا المناكفات بين بعضها البعض. ويعني أعتقد بأن الشعب السوري، واسمحي لي بهذه العبارة، قرف من هذه الفصائل التي أصبح ضررها أكثر من نفعها، إما أن تندمج في جيش وطني منظم له رأس وله قيادة موحدة ويدار حسب الأصول العسكرية، أو أنها سوف تمهد الطريق لإبادة أهلها وتعطي الذرائع للقوى المتربصة لكي تلحق الضرر ولكن هناك حديث عن مساعي تركية من أجل توحيد فصائل المعارضة الموجودة في الشمال السوري المحرر وإنشاء إدارة مدنية وحتى أيضا مساعي في حل هيئة تحرير الشام، برأيك ما الذي يؤخر هذه الخطوة؟ يعني ليس من مهمة تركيا إقناع يعني أبو فلان أو أبو علان لكي يتوحد مع أبو فليتان، ومعذرة على هذه التعابير، لكن تركيا تساعد الشعب السوري وتحترم اختيارات الشعب السوري. تركيا إذا أراد السوريون أن ينشئوا جيشا وطنيا تساعدهم، كما هي تساعد في تدريب الشرطة وإحلالهم في المناطق، مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. لكن موضوع هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة موضوع آخر، هذا تنظيم إرهابي مصنف دوليا، ألحق الأذى بالسوريين وبالأتراك وبكل الشعوب المنطقة، هذا يجب التصدي له. هناك طريقتان للتصدي لهذا التنظيم، إما عملية التفكيك والإقناع و يعني إرسال كل منهم إلى بيته، وهذا ما تسعى إليه تركيا، أو عملية عسكرية، عملية جراحية، وكل عملية جراحية لها ثمنها من الدم. تركيا بخصوص هيئة تحرير الشام تحديدا وما يتصل به من تنظيم القاعدة تسعى للخيار الأول، وبالتالي ما ينطبق على هيئة تحرير الشام لا يمكن قياسه على بقية الفصائل الوطنية. هيئة تحرير الشام لا تتبنى خطابا وطنيا، ليس لها مشروع وطني، لها مشروع لا ندري عنه، مشروع عابر للقارات، عابر للحدود. هذا ما لا يعني الشعب السوري من قريب ولا من بعيد. يجب تفكيك هذا التنظيم وإنهاؤه. أما الفصائل الأخرى ذات الطابع الوطني كما ذكرت هي أيضا تحولت إلى عبء على الشعب السوري، ويجب يعني الانتهاء منها أيضا. الكاتب والصحفي محمود عثمان، أشكرك جزيل الشكر لمداخلتك معنا في هذا الملف. مشاهدينا الكرام، بعد فاصل قصير، على أي شيء يقوم اقتصاد النظام في سوريا؟ ابقوا معنا بعد الفاصل.